واش راه فامي صباح الخير. اليوم واحد صباح جديد هذا اللي المهم داك الهوستل راه خرجت منه دابا درت فيه تقريبا شي 3 ايام خلصت فيه 45000 18 درهم 3 ايام. انا رخيص بزاف هاد الدراري صراحه. المهم اليوم غادي متجه الى مدينه ناترانك واحد المدينه نكتب لكم سميتها هنايا ما عرفتش كيفاش كتقرا صراحه. انا وصلت انا كاينه البلاصه ديال التران قيل راه خدام باقات كادي خدامه الدراري. المهم كيما كتشوفوا الى بانت لكم المدينه هادشي كامل عامر غير الفوار مو واش بيتو دايره بحال كاميرون هايلاند في ماليزيا. ان دابا انا غادي لديك البلاصه سولت على التيكيت ديال الكار قالوا لي كاسيدي كدير 150000 ديالهم ولكن انا ما بغيتش نشريها وبغيت غير نتمشى شويه الا لقيت شي بلاصه نتغدى فيها يلاه شريت الغاز حيتاش ما يمكنش ليا نجيبو من ديك المدينه من ماليزيا. دابا يلاه شريتو لا انا ما عرفتش شنو هو هذا العجب هذا وكاين بزاف غير هادشي غير كيهضروا صح. مدينه متخصصه في الزراعه ديال الخضار والفواكه وداكشي سبحان الله العظيم. المهم الدراري دابا انا غادي نتمشى لقيت اللي يديني يعني شي رايد شي اوتو ستوب مرحبا لقينا حتى الطوبيس ماشي مشكل مرحبا ولكن المهم احنا في الظلام بغينا نديروا هذا البلان هذا نديروا هاد التريب هادي نشوفوا كيفاش غتخرج واش نقدر بعدا نوصل للعاصمه ضهانا ولا حدي غير الوسط ونرجع حيتاش عاصمه راه بعيده على هوتشيمين صراحه. انا راه باقي ما ضربت حتى ثلاثه ديال المدن من هوتشيمين يعني من الجنوب وتقريبا انا حسيت بالعياء يعني من ليت ماشي عرفت علاش بحال ديك المرضى كرهاتني في هاد الدوله باقي. هاد الناس هاد الدراري عندهم الطبيعه طبيعة يا سلام طبيعة متواضعة ماشي بحال داكشي ديال ماليزيا واندونيسيا هادو داكشي على قد الحال وناضي خلق واحد البرد هنا ما نعاودش ليكم وحق الله واحد الجو ناضي تحس براسك كاين في المغرب ولا اوروبا بحال هكا طلع المسيح هادو راه الكيران راه كيضربوا المسافة هنا الدراري بزاف راه يقدر يديك من هنا حتى لهانو يعني اكثر من 2000 كيلومتر ولا 3000 كيلومتر من هنا حتى لهانو راه كاينة المسافة تقريبا دار شي 2 مليون الثمن ديال الطياره تقريبا غيكون داير من هوتشيمين ولا من دارات حتى لهانوي. نقلب دابا على شي رايد يكون شي واحد يكون دايز. المهم انا يلاه خرجت من مدينه دارات يلاه دابا انا واحد الغابه ما عرفتش شنو كاين لقدام باقي ما شفتش المابس. هنا الدراري فهاد الجهه هادي كاينه مدينه ولا فيلاج ولا شي كون. المهم واحد المدينه كبيره بزاف طلبوها خونا هذا وي هاي هادي ما عرفتش شنو هادي هاد الترونزيت هادي الداير وقف ما في والو ولكن الدراري عندهم واحد الجو هنايا ناضي انا واقف هنايا وهما كيدوزو من اليمن وكنقلب على اوتو ستوب حيتاش ما كايناش شمشة الدراري وهنا كاين فين نستريح شوية يا سلام انا الدراري وصلنا لذاك الفيلاج اللي قلت لكم هاد خوتنا كيبيعوا الدجاج انا واخا هكا كيبان ليا هاد الناس هادو راه مسلكين يعني الطبقه الاجتماعيه عندهم شويه مسلكه فهمتي يعني عايشين شويه بعدا ماشي بحال ما اندونيسيا راه الموت ديال الفقره صاحبي راه 200 اندونيسيا حتى لافان الناس مسلكين الناس ما عندهم السوق يعني عايشين بارك عليهم قالوا لك اسيدي انت شفتوا هنايا راه الشتاجات والله العظيم فاش كدير واحد البلان ربي حتى هو كيدير بلان ديالو دونك ما عندنا ما نديرو. انا اليوم عولت نكامبي يعني ندير شي خرجه ندير شي بلان قبل ما نوصل ديك المدينه اللي راني غادي ليها ناترانك ولكن خلاص بلان واحد اخر الشتا بدات كتصب صراحة أنا ما عرفش دابا فين غادي والله ما عرفش فين غادي دابا كان حتى الكيران ما بغاوش يهزوني اللي كيدوزو من هنايا الطوبيسات كذلك الترونزيت حتى حاجة ما بغاتش تهزنا لا مالي لا المواطر ولكن ماشي مشكل يدي الله وكلشي في يد الله. هلو هلو جود ما فهمتكش لا شفتو دوك الناس اللي دابا دواو معايا شفتوهم شنو لابسين ماشي بحال
المدن الاخرين هنايا في اسيا هاد الناس هادو لابسين مزيان حيتاش كاين البرد، البرد فين ما مشيتي هنا، حيتاش هادي راه مدينه كاينه في الجبل، يعني كاينه في منطقه عاليه بزاف، هادشي علاش الناس هنايا عندهم البرد شويه. ولكن انا ما لابس والو، هذا هو البان. هادو الدراري هادشي ما خدامش معاهم، هادو حتى لا سميتو ما خدامش معاهم. عندك ما ندير هادشي اللي عندنا، التيكيت عندهم دايره الدراري 120,000 ديالهم. والله ما خليت معاه ما حبست والو، ضروري شد التيكيت. From Morocco. Morocco, Morocco. Oh, Maroc, Maroc. Maroc. Oh, yeah, Maroc. وما كيقولوا لي بحال بحال اندونيسي اللي كيقولوا لي ماروكو، هذو كيقولوا ماروك. صافي شادين عليا الهضره دابا. المهم الدراري نشوفوا بعد هذيك المدينه كيفاش دايره ندورو فيها. اصلا ما خدامش ليا نتمشى حيت اولا مريض، ثاني حاجه الشتا جايه، الشتا ديال بصح جاي اللهم جدو الطريق ما عندنا ما نديرو. المهم التيكيت داير 120,000 ما يقارب قول 40 درهم 45 درهم بحال هكا. دابا شي ساعتين وحنا في الطريق يلا وصلنا لهاد المدينه هادي اللي قلت لكم انها ترانك. حنا وصلنا الدراري ولكن الشتاء خايف من السماء، مشكله دابا ما تلقى والله الا عطى الله البرايس فين كامبي فين دير سميتو، ولكن كاينه الشتاء ما وما زعمتش نقول شي واحد عطيني فين نبات ولا شي حاجه، يعني انا بغيت نبات شي بلاصه ما يعرفني حد ما نعرف حد. المهم دابا غادي نمشي نشوف نقلب على شي ويفي باش نبوكي بشي اوتيل هنايا، بان ليا واحد فاش كان عندي ويفي في هذه المدينه هذه داير 2 دولار، نمشي نقلب عليه نشوف واش قريب ليا بعدا، الا ما كانش قريب نشوف شي واحد قريب 2 دولار 1 دولار 3 دولار بحال هكا. المهم من 2 دولار كيبداو لي زوطي لي هوستل هنايا في هذه المدينه هذي. هاد الدراري وصلوا لهاد البلاصة هادي كيدوز فيها التران، خص كاع الناس يتسناو حتى يدوز التران، عالم داكشي ديال الهند كاين في فيتنام. هاهو جاي من هاد الجهة، هادا هاد السلعة الدراري ماشي من عندنا. ماشي كمل اللهم نغيروها. المهم الدراري راني بوكيت باقي بشي 3 دولار بعيد شويه من هنايا، فاش مشيت شفت كراب لقيتو غالي بزاف داير شي 110,000 ديالهم وانت غادي غير 35 مينيت، دونك ما كاينلاش لبست هاد اللعيبه هادي، قلت علاش ما نتمشى بحالي بحال الناس اشنو فيها اش غنخسر كاع. اول مدينه ساحليه كبيره عند الفيتناميين هي هادي، حيتاش هوتشي مين ماشي ساحليه والاخرى ماشي هانوي حتى هي العاصمه ماشي ساحليه، هادي هي اول مدينه ساحليه كيفتخروا بها الفيتناميين. كبيره بزاف صغيره وانما هي كتعطى غاليه، يعني هي راه ساحليه دونك غتكون غاليه. هنا الدراري وصلتو، وصلت لهاد البلان المتواضع، عندهم الصالون هنايا على برا اللعيبات، علقت اللعيبه ديالي هنايا. السيد هذا
Okay. From Agoda, right? Yeah, wait, we want to get a recheck. Yeah? Okay. الدراري دابا واحد ثاني خونا الساروت هاد الهوستل هذا ناضي علاش في سويمين بول يعني في لا بيسين وفيه الفطور انكلود في 30 درهم يعني حاجه مزيانه صراحه. المهم نشوفوا البلان ديال طاني واش نيت هنا ولا ماشي هنا. شكون كاين هنا؟ صراحة شي حاجة ناضية. كاين انا وشي واحد هنا وسط الخاوي كامل ما فيه حد ولكن مزيان لي انا يا خاوي بحال هكا القرا دير لي بغيتي. يا سلام. وهنا الدرارات سنيدي قد هادو بالنسبة لي عنده شي حاجة يعني بحال باسبور شي كاميرا تليفون شي حاجة باغي تخبيها حيتاش ما عندهمش البلاكارات ما عندهمش هنا يعني كتحط اي حاجة ديالك تسد الباب ونعاس مع راسك يعني كيتفرضوا فيها شحال من واحد هنايا كما كتشوف. المهم الحاجه اللي قلت لكم مزيانه ان فطور انكلود ومسبح فيها يعني مزيانه وكاينه في السونتر في سيتي سنتر وقريب ليها لا بلاج يعني قريب ليها البحر هادشي باش مزيان هادي. المهم دابا نخرجوا الدراري نقلبوا على شي حاجه ما ناكلو وان شاء الله الفطور ديال الصباح نقول لكم شنو فيه ان شاء الله الا قدرت نصوره نبدا به الفلوغ اللي جاي ان شاء الله. ملي حطينا اللعيبات ديالنا ليه دابا غادي نمشي يلا لقيت واحد على الفود ريستورون يعني واحد المطعم ما عارف ديال فين على ما بان ليا تركيش على الفود نمشي ونجربوا داك البلان عندهم حيتاش قتلني الجوع صراحه وما كاينش صاحبي فين تاكل راه هادشي هو اكثر حاجه كتمرضني في هاد الفيتامين هي هادي ما كاينش فين تاكل ما كاينش كتلقى الناس في الهوستل كتلقى كلشي كياكل اي حاجه كلشي ولكن انت اللي مسلم ما كتاكل حتى ما كتاكل والو ماشي مشكل. دابا غادي نمشيو نجربوا هاد الماكله هادي نشوفوا كيفاش دايره وبطبيعه الحال الا لقيتها غاليه راه غادي نبدل ما غاديش نبقى تما لان حنا كنسافروا باقل تكلفه ما الا كانت الماكله ب 500000 ولا 200000 شي حاجه بحال هكا راه بطبيعه الحال ما غاديش ناكلو ما لنا حنا نتعشاو ب 100 درهم 200 درهم ما لنا حنا في ما عرفتش فين. المهم هذا هو البلان الدراري اللي كان في بالي غادي نديرو دابا. والله ما كنتش كنتوقع ان هاد المدينه هادي فيها قد هكا ديال التوريست وعرفتي فين ما مشيتي كتلقى التوريست فين ما مشيتي فهاد البلاصه هادي تلقى غير التوريست. قلت لكم الدراري جيت دابا ولكن هادشي غالي عندهم شويه ماشي مشكل حيتاش هما اللي كيديروا حال الفود هنايا هي عندهم الشاورما ديال البلي ولكن سالات لهم هادي باينه ديال البارح ولكن ماشي مشكل حنا ناكلوهم. وهو مسكين الدري تركي غيصاوب ليا دابا نشوفوا شي بلان ناكلو شي حاجه واخا غاليه ماشي مشكل يعني شاورما واحد صغير قد هكا ب 25 درهم مغربيه 25 هذا هو الساندويتش ديالنا الدراري ديال الشاورما بيش ليكم صغير بزاف طبيعه الحال غادي نمشيو ان شاء الله نجربوا شي حاجه ضروري. والو الدراري قلبت على حال الفود ما لقيت حتى حاجه غنقلب هذاك هو اللي كاين فاش كندير حال الريستورون كيطلعوا لي بزاف ولكن راه هما شي حالا هذاك سميتو شاهين شي حاجة لقيتو شاهين صافي مشيت ليه عرفتو شي تركي هذا صدق تركي. المهم هذا واحد السوق الليلي هنا كاينين غير توريست غير الشناوة اللي كيهبطو من الشينوا يعني كيسافرو هنايا في فيتنام والكوار ديال لوروب. هاد البلاصة الدراري راه كدير البحر يعني هكا نيشانك غاتمشي حتى غادي تخرج في البحر مدينة ساحلية عندهم عطاو ليها القيمة بزاف. يا سلام هادشي هذا ناضي عندهم راه صراحة هادشي اللي خاصنا صاحبي التوريست في المغرب حنايا ماشي نزيدو عليهم في لي زوطي نزيدو داكشي كنجريو عليهم اصاحبي والله الا كنتلاقى معاهم هنا راه صراحه الدراري كنتلاقى معاهم كيقولوا لي راه المغرب غالي ولا غالي المغرب ما بقاش ديال التوريست راه الا مشي والله العظيم واحد البنت المانيا هي اللي قالت عليا في واحد الهوستل في هوتشيمين قالت لي انا الا مشيت للمغرب في هذا الوقت خصني نمشي لاوروبا خصني نمشي لليونان ولا تمشي لتركيا تمشي لسلوفاكيا بحال هكا والله الا بحال هكا قالت لي انا احشم ماش غتقول المغرب خصو يتقدم في السياحه الدراري صراحه ماشي
ماشي داكشي. حنا تلقى البيت في واحد المدينه ما دايره والو اصلا، ماشي سياحيه، كتلقاها 300 درهم ولا 100 درهم. علاش هاد الوصل دابا ب 3 دورات 30 درهم وفيه لا بيسين وفيه الفطور وفيه اي حاجه؟ علاش غادي يكون غالي؟ علاش؟ ولكن سي نورمال الدراري، ماشي مشكل. واو والله الا ناضي، عرفتي والله الا المدينه هذه واعره صراحه، واعره ديال بصح وساحليه زعما وفيها كلشي. واو